والآن مع أخبار الطقس. يستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة محمد عبد الله من جديد. إليك محمد. شكرا محمد وشكرا هبة. إلى أخبار أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 35-25، الإسكندرية 32-24، مطروح 31-24، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 36-24، وإلى السويس 35-24، العريش 32-24، طابة 36-26، شرم الشيخ 38-30، الغردقة 39-31، وإلى الأقصر 40-28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-26، شلاتين 39-31، حلايب 35-29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.